لبعض العائلات كانت آخر مرة يرون فيها أحد أحبابهم هي مشاهدتهم وهم يغادرون لبدء حياة جديدة في بلد آخر. عندما تتوقف الأسرة عن سماع أخبار أقاربهم فإنها تبدأ بحثاً مؤلماً عن المعلومات قد يستغرق سنوات أو مدى الحياة. إن عدم معرفة ما إذا كانت من تحب على قيد الحياة أم ميت أمر مدمر. التشبث بالأمل يجعل من المستحيل البدء في الحزن. قلة من عائلات المهاجرين المفقودين تعرف أين تبحث أو من أين تطلب المساعدة، والعديد يعانون من المعوقات الإدارية والقانونية. أولئك الذين يبحثون، الذين هم أنفسهم مهاجرين، قد يكونوا في وضع هجرة غير مؤكد، يواجهون أوضاع معيشية وسكنية محفوفة بالمخاطر، أو يتعرضون لصدمة نفسية بسبب رحلاتهم الخاصة. حتى لو تمكنوا من العثور على المساعدة في بلد ما، ضعف التعاون الدولي يعني أن المعلومات التي يتم مشاركتها قليلة حول المهاجرين غير القادرين على الاتصال بأسرهم أو الذين فقدوا حياتهم. حتى عندما يتم استرداد الرفات وتعرف الأسماء، قد لا يتم إخطار عائلات المهاجرين المفقودين. في السنوات الست الماضية اختفى أكثر من 40,000 شخص أثناء رحلات الهجرة. معظم عائلاتهم لا يعرفون ما حدث لهم.